السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات كيف تقرأ وتكتب لغير الناطقين بالعربية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. نبدأ على بركة الله ونقول How do you write a three letter word with the فتح movement؟ كيف تكتب كلمة من ثلاثة أحرف بحركة الفتح؟ أخذنا في الحلقة السابقة الحروف بحركة الفتح آ با تا ثا جا إلى آخره. اليوم زادي اليوم هنأخذ كلمات، هنجمع كلمة بحركة الفتح. ركز معايا. دير س س س ج ج ج ج س ج س ج د س 1 2 3 س ج د س نو لا ما بعمل ايه؟ ركز. دي لا لا هعدلها كده. اوكي I'm sorry. Say. J. No. بعد الإذاعة كده أو J. لا نو نو ج ج د د د س ج د س ج د س ج س ج س ج د س ج د س ج د خو 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 را را را
جاء 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 نو خارا جاء جاء خارجاء خارجاء خارا خارا خارجاء خارجاء تا تا را را تا را تا را تا را تا را ك ك ك ك ك ك نو لا ك ك ت را 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 ك د خو نو خو د خو ل ل ل د خ د خ د خ ل د خ ل د خ ل د خ ل ت ر ك ت ر ك ت ر ك ت ر ك س م س م س م ع نو ع س ما ع س ما ع س ما ع س ما را
كان نو كان را كان را كان عان عان را كان عان را كان عان را كان عان نا 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 جا نا جا نا جا ح ح ح ن ج ح نجح نجح. Thank you very much. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او من خارج البلاد زائد 2-010-211-69941. ولقاء آخر. نترككم في رعاية الأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.